الجزائر نروح نشوف فيديو جديد برضو حلو ورسالته حلوة عن التباعد الاجتماعي وكيف انه حتى الدكاترة والممرضين واللي يعملون في الكادر الطبي ايضا رسائلهم من ناحيتهم حلوة ومن زاويتهم حلوة. خلونا نشوفه. حافظ على التباعد الجسدي في العمل. بقول لك ابو مهدي بس شوف التقرير ده كده معايا في حاجه غلط ولا انا هيالي كده انت كاتب ايه؟ بص ابو مهدي كده التقرير. ابو مهدي انت بتروح فين؟ بتخاف مني ولا ايه؟ ابو مهدي انت بتروح فين؟ تعالى ابو مهدي انت رايح فين؟ ايه ده ايه ده انت بتجري؟ طب والله ما انا سايبك انا وراك. خلاص اوضح من كده مفيش. تعال نشوف الفيديو الثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم كريم الجنوبي من المملكه العربيه السعوديه. من خلال هذا الفيديو حبيت اوصل رساله توعيه للناس عن اهميه عمل كوادر الصفوف الاماميه من طاقم طبي وامني وغيرهم واهميه تعاوننا معهم. فبوعي مجتمعنا وهمه كوادرنا نقدر نقضي على هذه الجائحة بإذن الله. والله الحافظ. أعتقد هشام وصلت الفكرة. أي اختنقت، حسيت مع كل قبة تنزل على كل شخص حسيت أني قاعد اختنق. الشاب جدا موهوب على فكرة، هذا الشغل اللي شفناه يبغى له وقت، يبغى له مجهود، ما هو شغل في يوم وليلة على فكرة. فوجه له تحية ووصل المسج بطريقة حلوة. أنا يعجبني الفيديوهات اللي فيها عمق، يعني ما شاء الله كريم يعني بقدر الإمكان أخذ الزوايا اللي فعلاً تشد، كيف أنه كل واحد عزل نفسه وكيف قدم شكر بطريقة خاصة للناس اللي يحموننا وكيف أنه كان كل هذا الشغل بأنيميشن رسم حلو وجميل. الله يعطي العافية، يعني شغله مرة حلو.